إذ كشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أن قضية هانيبال قذافي ملف قضائي، والحكومة بانتظار صدور قرار من قاض يحسم هذا الملف بصورة رئيسية. ولفت الوزير هنري خوري إلى أن الملف القضائي هو من يمسك بقضية القذافي، وأن لبنان يتعاون مع القضاء الليبي. قبل أيام تسلم النائب العام التمييزي في لبنان كتابا من مدعي عام ليبيا المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدوافع القانونية لاستمرار توقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ 2015. كما يتضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي في ملف خطف وإخفاء موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلي. من منطقة بعبدات ينضم إلينا الدكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جاستيسيا الحقوقية. مرحبا بك دكتور بول. هل يستطيع القضاء اللبناني أو وزارة العدل أو من يمسك بملف هانيبال القذافي إعطاء مبررات قانونية لنظرائهم الليبيين؟ دعني أقول أولا أن قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقاه في لبنان هي قضية وطنية بامتياز وإنسانية أيضا، وهي موجعة ومقلقة للضمير اللبناني. إنما في الوقت عينه يجب الإشارة إلى أن لبنان يجب أن يحترم المعايير الحقوقية ومبادئ المحاكمة العادلة. يعني لا يجوز الإبقاء على شخص موقوف طيلة سنوات طويلة تفوق مدة السجن فيما لو حكم. هنالك يعني تجاوز كبير لهذه الأصول والمعايير الدولية. يجب لبنان أن لا يعامل أي دولة أخرى بالمثل، حتى لو صار هنالك خطأ وخطأ فظيع أو ارتكاب أي جرم، لا يمكن المعاملة بالمثل في هذه الأحوال. لذلك قلنا بضرورة تسريع في التحقيقات، لأن هذا الملف يبدو أنه مرتبط بالقضية المركزية التي هي محالة أمام المجلس العدلي في لبنان. وللأسف القانون اللبناني لا يضع سقفا لمدة التوقيف في هذه الحالة والتسريع حتى يصار إلى محاكمة الرجل إن كان يصدر الحكم معه أو ضده، هذا أمر آخر. ولكن دكتور بول إذا سمحت لي، ألا يؤخذ في القانون بأن عمر هذا الرجل المحتجز الآن في لبنان كان نحو 7 إلى 8 سنوات عندما تم تغييب السيد موسى الصدر، وبالتالي كيف يمكن محاسبة طفل على شيء لم يشارك فيه؟ هذا أمر نعم سمعناه، وهو يعني محل فعلا يعني نقاش واستغراب. لكن في الوقت عينه هنالك أيضا من يقول أنه تسلم مهام تتعلق بالسجون في ليبيا وبالمعتقلين وإلى ما هنالك عندما بلغ. هذا الأمر لا يعنينا، ما يعنينا هو الناحية الحقوقية. القضية يجب أن يحكم بها، ويجب إجراء التعاون الكامل من قبل السلطات الليبية، وفي الآن عينه التسريع في هذا الملف، لأنه لا يجوز الإبقاء على هذا التوقيف لهذه المدة الطويلة. طيب. وبالتالي فإن ارتكاب هذا الفعل في ليبيا آنذاك لا يبرر الإبقاء على توقيفه إلى ما شاء الله، خصوصا أن السير بالملف يبدو متمهلا أو معقدا ومتعذرا بسبب ارتباطات كثيرة لهذا الملف الكبير. طيب دكتور، الآن مخاطبة القضاء الليبي والنائب العام الليبي للقضاء اللبناني يضع الطرفين أمام مسار قانوني لابد أن يلتزم به من قبل لبنان وليبيا، بمعنى أن كتاب ليبيا سيرد عليه من الناحية القانونية، وكتاب لبنان سيرد عليه من الناحية القانونية في ليبيا، وبالتالي نكون أمام مسار قضية تفيد الطرفين أو لا؟ أمل ذلك، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستؤول بالضرورة إلى هذه الإيجابية. نأمل ذلك، لكن على المستوى التقني البحث لا يعود للنيابة العامة التمييزية في لبنان ولا لوزير العدل
أن يتدخل في الملف القضائي الذي يمسك به محقق عدلي معين من قبل مجلس الوزراء اللبناني، ومحال هذه القضية بموجب مرسوم إلى المجلس العدلي وهي أعلى سلطة قضائية في لبنان. طبعا إن هذا الكتاب والضغط يعني الممارس في الملف من حيث يعني الوضع الإنساني وإطالة مدة التوقيف، نعم قد تسهل إلى حدود ما، لكن على المستوى التقني البحث لا يمكن القول أن السلطات اللبنانية القضائية تستجيب هذه بسهولة لمطلب جاءها من قبل دولة أخرى. طيب هناك ملف قيد النظر. طيب سريعا دكتور، أسأل عن الحالة القانونية فيما لو يعني تم الاستمرار بمسألة الإضراب، يعني من الناحية القانونية ألا يضع القضاء اللبناني والحكومة اللبنانية ولبنان أمام مسؤولية كبيرة فيما لو كانت النتائج لا ترضي؟ تماما، وهذا ما أشرت إليه، يعني مصير الرجل أيضا يعني هو أمانة لدى السلطات اللبنانية، لكن الحل يكمن في تعاون السلطات الليبية واللبنانية معا في القضية المركزية أولا، ثانيا التعجيل في مجريات الملف، لأن التوقيف إلى هذا الأمد هو أمر غير جائز إنسانيا ولا حقوقيا في المعايير الدولية، ولو كان مطابقا للقانون الوضعي اللبناني الذي يتيح هذه المدة من التوقيف، لكن ذلك يصبح اعتباطيا طبعا وتعسفيا بسبب حقوق الإنسان وهذه المعايير، معايير المحاكمة العادلة التي أشرت إليها. إذن يجب التعاون فيما بين السلطات والتعجيل في الملف حتى يسلك هذا الملف يعني المسلك القانوني السريع والصحيح. طيب إذن نحن في الأيام المقبلة أمام من وجهة نظرك رد من كلا الطرفين وارد، أو أن زمنا سيأخذ هذا الرد وبالتالي تميع القضية من قبل الطرفين يعني أكثر وأكثر؟ أخشى ذلك. طيب أخشى ذلك. شكرا جزيلا لك من منطقة بعبدات دكتور بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس منظمة جاستيسيا الحقوقية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.